السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص التقويم والدعم الخاصة بفقرة الضوء الأبيض وتبدد الضوء. إذا قبل أن نبدأ بنماذج لفروض محروسة سابقة، نستحضر مكتسباتنا حول الضوء الأبيض. علمنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع بأن الضوء الأبيض هو الذي تصدره الشمس أو المصابيح، والعين المجردة ترى الضوء الأبيض أبيضاً ولا تستطيع رؤية الألوان التي يتكون منها، ولكن عند استخدام أدوات معينة فإننا سنتمكن من تحليل هذا الضوء ورؤية مكوناته وألوانه الحقيقية. فإذا قمنا بتعريض قرص مضغوط لضوء الشمس أو ضوء المصباح، نلاحظ تكون شريط من عدة أضواء ملونة يسمى بطيف الضوء الأبيض، ونقول أن الضوء الأبيض تبدد. وفي بعض الأيام وأثناء سقوط المطر، لاحظنا تكون قوس قزح في السماء. قمنا بتفسير هذه الظاهرة وقلنا بأنها ظاهرة طبيعية مرتبطة بسقوط الأمطار. فعندما يمر ضوء الشمس الأبيض عبر قطرات الماء، فإن هذه القطرات تحلل ضوء الشمس إلى ألوانه السبعة، فتتكون ظاهرة قوس قزح. كما تطرقنا أيضا إلى كيفية تحليل الضوء الأبيض باستخدام المنشور الزجاجي. وعندما قمنا بتسليط الضوء الأبيض على منشور، لاحظنا نفس الظاهرة التي تحدث عندما تكون الشتاء والشمس، جميع ألوان الطيف موجودة هنا. هذه الظاهرة كما قلنا تسمى ظاهرة تبدد الضوء، والتي لا تحدث إلا إذا توفر الضوء الأبيض ووسط شفاف كالمنشور. هذه الألوان أصلها من الضوء الأبيض، والمنشور في هذه الحالة قام بتحليل الضوء الأبيض أو تفكيكه. إذن الأجسام التي تقوم بتبديد الضوء الأبيض هي المنشور أو قطرات ماء المطر أو القرص المضغوط CD. وعند تبديد الضوء الأبيض تنتج عنه أضواء ملونة، وهي سبعة تسمى ألوان الطيف: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي. الآن سوف أقدم لكم بعض التمارين الداعمة، ونبدأ بالتمرين الأول. املأ الفراغ بما يناسب. ما هو الضوء الذي تصدره الشمس وبعض المصابيح؟ هو متعدد ماذا؟ إلا أنها لا ترى بالعين المجردة إلا بعد ماذا؟ بواسطة أجسام شفافة خاصة إلى ألوان التي تتدرج من أي لون إلى أي لون. السؤال الثاني: بعد انفراج الطقس في يوم ممطر وأثناء رجوعك صحبة صديقك من المؤسسة، لاحظتما ظهور قوس قزح بالسماء. تساءل صديقك عن سبب حدوثه ومن أين أتت هذه الألوان. قررت توضيح الأمر. ما هي العناصر اللازمة لحدوث هذه الظاهرة؟ أذكر الألوان التي تظهر بقوس قزح مرتبة. فسر لصديقك كيف تكونت ظاهرة قوس قزح، واقترح تجربة أخرى تحصل بواسطتها على هذه الظاهرة. التمرين الثالث: نرسل حزمة ضوئية بيضاء على منشور كما يبين الشكل جانبه. ما اسم الشريط الذي ظهر على الشاشة؟ اعطي أسماء الألوان المقابلة لكل رقم في الصورة.
وما مصدر هذه الألوان المحصل عليها؟ وماذا نقول إذن عن ضوء المصباح؟ إذن خذوا دفتر التمارين للإجابة على هذه الأسئلة ثم نصحح. إذن بالنسبة لعناصر الإجابة على هذه الأسئلة، نبدأ بالتمرين الأول ونقول: الضوء الأبيض الذي تصدره الشمس وبعض المصابيح متعدد الألوان، إلا أنها لا ترى بالعين المجردة إلا بعد تحليل الضوء بواسطة أجسام شفافة خاصة إلى ألوان الطيف السبعة للضوء الأبيض، والتي تتدرج من الأحمر إلى البنفسجي كما رأينا سابقا. التمرين الثاني: بعد انفراج الطقس في يوم ممطر وأثناء رجوعي صحبة صديقي من المؤسسة، لاحظنا ظهور قوس قزح بالسماء. تساءل صديقي عن سبب حدوثه ومن أين أتت هذه الألوان. قررت توضيح الأمر وقلت بأن العناصر اللازمة لحدوث هذه الظاهرة هي أشعة الشمس وقطرات الماء العالقة في الجو، أما الألوان التي تظهر بقوس قزح مرتبة كالتالي: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي والبنفسجي. فسرت لصديقي كيف تكونت ظاهرة قوس قزح، فقلت: تكونت ظاهرة قوس قزح بفعل تبدد ضوء الشمس خلال سقوط الأمطار، حيث تعمل قطرات الماء على تبديد ضوء الشمس والحصول على ألوان قوس قزح في السماء. اقترحت تجربة أخرى أحصل بواسطتها على هذه الظاهرة. إذن عند تسليط الضوء الأبيض على قرص مضغوط، فإنه تنعكس منه أشرطة ملونة عددها سبعة وتدعى بألوان طيف الضوء الأبيض، وهي مرتبة من الأحمر إلى البنفسجي. التمرين الثالث: نرسل حزمة ضوئية بيضاء على منشور كما يبين الشكل. ما اسم الشريط الذي ظهر على الشاشة؟ إذن اسم الشريط هو طيف الضوء الأبيض. أما أسماء الألوان المقابلة لكل رقم في الصورة فهي: رقم 1 الأحمر، رقم 2 البرتقالي، ثم الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي والبنفسجي. أما مصدر هذه الألوان المحصل عليها فهو ضوء المصباح، ونقول إن ضوء المصباح خليط من عدة أضواء ملونة. وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.